لماذا لم ينتظر سماحة السيد حتى تسود يعني مرجعيته ليطرح تلك الأمور؟ فما ردكم على ذلك؟ يعني وإلا الأنبياء نفسهم كمان كان لازم يعملوا نفس الشيء. الأنبياء طلعوا وقالوا هذا شرك وهي أصنام ولازم تنشال. لماذا لم ينتظر سماحة السيد حتى تسود يعني مرجعيته ليطرح تلك الأمور؟ فما ردكم على ذلك؟ وشوف موضوع المرجعية عن سماحة السيد لم يكن مشروع سلطة. واحد قاعد عم بخطط للموضوع أنه والله أنا بعمل هلأ المرحلة الأولى من تثبيت لعام المرجعية ومشتغل على أنه كمان أجتذب الناس بربما بالمال وبالإغراءات مثل ما بتصنع الأحزاب والقوى السياسية المتنوعة. لا مش هيك الموضوع. موضوع استجابة لتكليف شرعي. لما إنسان بيجي بيقول لك إنسان آخر عديدون وناس عديدون أن إحنا قلدناك بدنا فتوى بدنا نعرف حالنا شو بدنا نشتغل، فأنت واجبك الشرعي تلبيهم فقط. هذا الموضوع كذلك. ولذلك كان يقول أنا لو بقي عندي ولا واحد يقلدني ما عندي مشكلة، مش هم يخففوا عليه سؤال يوم القيامة. يعني من أي واحد ناس حاطينك قلادة، هذا التقليد يقال من القلاد، واحد حطك قلادة برقبته وعم بحملك أنت وزر أعماله، يعني بكرة أنت إذا مغلط مش بادل جهد منيح بالفتوى الله بيسألك يوم القيامة، وبالتالي هول الناس اللي طبقوا فتواك برقبتك. موضوع مش موضوع فعلا إحساس بالمسؤولية، وبالتالي هو انطلق ليمارس تكليفه. هلأ الساحة واسعة، لازم الساحة تتحمل الجميع، بالعكس هذا عزة وقوة للإسلام لما في تنوع بهذا المستوى اللي عم بغذي كل حاجات الفكر الإسلامي على مدى واسع، هذا قوة للإسلام. هلأ في ناس لم تمارس التزام الديني بشكل صحيح، في ناس يمكن وقعت تحت نقاط ضعف استغلت مخابراتيا، هذا مشكلة هؤلاء عندئذ. يعني وإلا الأنبياء نفسهم كمان كان لازم يعملوا نفس الشيء. الأنبياء طلعوا وقالوا هذا شرك وهي أصنام ولازم تنشال، مع أنه سماحة السيد على فكرة في كثير من الأفكار، وهذا الواحد منيح يرجع يعمل له هيك شيء بحث تاريخي حول أفكار سماحة السيد في شيء بعلم اجتماع المعرفة، بتشوف تاريخ الأفكار مع الواقع اللي كان يتحرك. إذا بنروح بنعمل شريط الأفكار تعود سماحة السيد، في كثير من الأفكار التي طرحت وشكلت أزمة للناس هي طرحت في قالب مثير للناس، وإلا سمعين الناس سامعين الناس من سماحة السيد. طبعا في شيء مهم، سماحة السيد رضوان الله عليه كان وجوده بين الناس هو يشبع كل الحاجات، وبالتالي ما كان حدا يتوهم لوهلة ما انه سماحة السيد هو يريد ان يوهم من موقع ومقام اهل البيت. ليش؟ لانه كل يوم معهم لما يصلي ورا السيد رحمة الله عليه بالمسجد هو عم يزور زيارة الأئمة المعصومين 14، عم بيزورها كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة. انا واحد من الناس، حفظنا اسماء الأئمة من سماحة السيد رضوان الله عليه لا شعوريا، لأنه كنا نزور كل ليلة جمعة، كل يوم جمعة نزور الأئمة المعصومين 14، حفظناهم بالترتيب. هذا كله هذا يغذي هذا الجانب، جانب الارتباط الوجداني. كل يوم كل مناسبة كان سماحة السيد يتحدث عن واحد من أئمة أهل البيت أو من المعصومين 14، وبالتالي نحن مشربين فكريا وروحيا وجدانيا. لما بتجي قضية نقد تاريخي بتاخذ حجمها، بمعنى هذا نقاش في تفصيل معين تاريخي، أما المساحة كلها سوا فمغطاية. لما بتجي أجيال جديدة ما عايشة هذا الجانب أو يتم الضخ إعلامياً، هذا بيصير عملية إعادة استثمار بطريقة مشوهة للواقع القائم. هلأ اللي بيقروا بالجامعات إعلام ورأي عام وكيفية صناعة الرأي العام ودور الإعلام بيرجعوا شوي لهالمرحلة، بيشوفوا فعلياً هذه المرحلة كيف استثمر فيها كل هذه العناصر لأجل إعادة إنتاج أو تشويه الذهنية العامة.